be doing today. الضحيتين، لكن الأمال ما زالت لانتشال الضحيتين، وإن كانت هنالك لا تزال أمال لأن يكون على قيد الحياة، لكن يبدو أن حتى رائحة الموت بدأت تنتشر في المكان. البعض يتحدث عن أنها ناتجة عن موت حيوانات، والبعض يتحدث عن وجود رائحة لموت بشري. قد نأخذ عينة من الشهادات لأبناء المنطقة. حميد، لو سمحت تفضل إلى جانبي. أنت ابن المنطقة، علاقتك بالأقارب الذين قضوا في هذه النكبة، ما الذي حصل بالضبط في اللحظات الأولى؟ كيف تعاملت مع وضع حميد؟ الوضع كان صعبا، كان صعبا جدا. قرب المسجد فهاوى بي الحال، وانا هربت الى المنزل ووجدت كل شيء منهار، كل شيء مسدود. انا شخصيا حياتي ملخصه في 3 دقائق، حياتي كلها ملخصه، محدود، كل شيء محدود. عقلي كان مرفوع ولا ارى الا ابنائي اغوت. ما مصير ابنائي؟ الحمد لله، الحمد لله، نجوا من الفجعة، الحمد لله على سلامتهم. هذه المنطقة، هذه القرية تدعى قرية ويردان. كم تضم من الساكنة؟ طبيعة وحجم الخسائر في هذه المنطقة؟ 300 من السكان تقريبا، الناس كلهم تضرروا، كلهم تضرروا، أصبحوا متشردين، ولا واحد الآن لديه حتى وسادة، كله تحترمه. هالشي بإذن الله تعالى، أمر الله تعالى، كله تحت الرماد. الناس كلهم في الشارع الآن، في الشارع كلهم حفاة عراة، حتى رجليهم ما لابسينش. الناس اللي قدناهم دابا راه جرحى، والناس اللي ما مقدرين راهم دابا قاعدين في الزنقة، ما واكلين ما شاربين. الآن الضوء تقطع عليهم، الماء ما كاينش،
أصدر. هنالك عودة للماء وللكهرباء، هنالك رصد جهود للسلطات من أجل توزيع الماء صالح للشرب، من أجل توزيع الحصص الغذائية. تفضلي سيدتي لكي تكوني شاهدة على هذا الكلام. ثم رقنا الآخرين إن في ذلك لآية.
لي معك 3000 بيطلع لي معك 3000 بالسلامة. الله يحميك، الله يحميك. هوني بسيارات كذا. لا لا